لا ركود في حركة الأسواق الشعبية بمحافظة أبيان حتى في ظل المخاوف من انتشار فيروس كورونا، حيث نمط الاستهلاك لدى المواطنين يظل على عادته مرتبطا بشهر رمضان. لا زالت محافظة أبيان أسواق محافظة أبيان تحتفظ بالطابع الرمضاني لكل عام أو في الأعوام السابقة. هنا وسط هذا السوق الشعبي في مدينة جعار، حيث يمارس العم سعيد وهو أقدم بائع للخبز في السوق لأكثر من 30 عاما، مهنته في بيع الخبز خلال أيام هذا الشهر الفضيل. لكن الأكثر رواجا من بين باقي أصناف الخبز وما يناسب هذه المناسبة هو اللحوح الحامض، وهي الأكلة الأكثر شعبية من بين الأصناف الأخرى، كما تحظى بإقبال كبير خصوصا في مناسبة رمضان. المأكولات هذه دخن لحوح، وهذاك هند، وذاك دخن، وذاك كدير بر، يعني 4 أنواع. إذن فالمخاوف من انتشار الأوبئة لم تكن كافية أمام المواطنين خصوصا في هذه المناسبة، ما جعل الأسواق مكتظة، حيث يعلل الباعة والمتسوقون عدم التزامهم بالإجراءات الصحية لانهيار الوضع الصحي في البلد الذي ألقت الصراعات بظلالها عليه، بالإضافة إلى الانتشار المتسارع للأوبئة منذ أكثر من 5 أعوام الذي تتفوق على الوضع الصحي المشلول. لطفي إبراهيم، قناة بلقيس، أبيان.